لا راه احسن كتاب انا اللي قريت هو هذا واعر هذا سميتو سيليستين بروفيزي. سيليستين بروفيسي 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 ناري ناري هذا الكتاب هذا هذا تناغمت مع هذا الكتاب هذا نغمت معاه وداروا فيلم حقهم. ولكن الا ما قريتيش الكتاب الا شفتي الفيلم ما غتفهموش. الكتاب كيشرح لك هذوك هما البروفيسي لقاهم سرقوه من عند العرب هذو سرقوهم هذوك الصليبيين سرقوا هذا العلم. هذا العلم واعر وملي علاش سميتو هو راه بروفيسي النبوءات. ولكن فاش سرقوه داوه لعند البوب في الانجليز تما في الفاتيكان وهذوك اللي قرا كيتربش هذا اللي قرا هذا العلم كيخرج ليه عقلو. هذوك لي دوك لي بريتر اللي تما في الفاتيكان غير كيقراو صافي ما كيبقاوش ما كيبقاش يبان لهم هذاك المسيحيه والقلاوي كلهم مكتبقاش يبان لهم الور هذا كان ديك الساعه في الوقت ديال سيليستين اللي كان سينكيام بوب اسمعوا معايا هو علاش سميتها سيليستين بروفيسي. شاف داك الشيء كيربج ليه غتنوض ليه شاف غادي يوقع له تغيير في الدين ديالو في وسط الفاتيكان هو يجمع داك كاع اللي قرا داك الكتاب شوف عاق بهم قال لهم انا عندي بيزنس هنا ام رانين ا فاكين بيزنس. قال لهم انتم اللي قريتوا الكتاب خذوا الكتاب خذوا هذا العلم. هما كانوا ملوين 4 9 ديال النبوءات. قال لهم تاخذوهم وتمشيو للبيرو جرى عليهم للبيرو وما جاتهم على الجنات والناس مشاو للبيرو تما بقاو كيبراتيكيو هذا العلم هذا. وناض الانجليز حاربهم با يقتلهم عاود ثاني باش ييليمينيو على هذيك راه القضيه دخلت فيها السي اي دخلت فيها هذا العلم هذا يهرس الديانات كلها. سميتو سيليستين بروفيسي خصكم تقراوه. انا قريته وليت كنشدو كنعطيه كنشريه وكنعطيه كادو الاصدقاء ديالي كلهم الصديقات ديالي كلهم كنعطيو لهم هذا كادو. انا هذا قريته وانا برونشيت وكونيكتيت وليت كنكومينيكي مع الروح ديالي. علاش؟ لانه فيه المعلومات اللي كيشرحوا لك الكون اللي داير بك وكيشرحوا لك شكون انت وكيشرحوا لك شكون الافكار اللي كتروج في المخ ديالك. علاش هذا؟ لكن الانسان اللي يقرا غير هذا الكتاب بوحدو راه ما يقدرش ما غادي يدي غير واحد 1% ميم با 1% د المعلومات. خاص الانسان يكون مسلح من غير هذا الكتاب. كاين معلومات اخرين اللي كيوريوك بزاف ديال الكتوبه كيوريو لك كيشرحوا لك فين هاد الطاقه اللي غورو عندهم. كاين واحد الكتاب سميتو ويدي اركتوريان حتى هما كيشرحوها لهادو جاوا من كوكب اخر كيشرحوا لنا كيفاش شكون حنا والعلم ديالهم كيتمشى مع هاد سيليستين بروفيسي اللي هاد العلم اللي في هذاك النبوءه. الميكانيزم اللي كندوي لكم على العلم هو الميكانيزم ديال السافوار ديال كيفاش حنا كنتنفسوا comment on respire et comment on pense ou comment le corps ديالنا كيتاثر بالاحساس. كله كيشرحوا هذا ستام ميكانيزم وهذا الميكانيزم ديال لو كور ديالك والعينين ديالك كيفاش كتشوف كيفاش كتفكر اي كومون في ريسيفي هذوك لي زانفورماسيون اللي كتسمى الطاقه كياثروا عليك مره لان هو المخ ديالك اللي رسوا 60,000 ايدي كل نهار 60,000 دابا المخ ديالك بحال الراديو il reçoit et en même temps il envoie. It's a receiver and it sends. Ok, c'est ça. Est-ce que tu m'as dit que la fonction il receive and transmit. It's a transmitter. Le mouk dial, كل واحد فيكم راه transmitter ou receiver. عرفوا هذه كلهم متيقنين منها. وهذيك vous recevez واحد كهرباء اللي هي انرجي فيبراتوار. المعلومات كلها فيها. منين جات هذيك الانرجي فيبراتوار اللي فيها المعلومات كلها ديال اليونيفيرس؟ جات من لو سيرفو كوسميك اللي حنا لاصقين معاه ولكن بزاف اللي ما كيعرفش يخدم هذه الاله ديالو. واللي كتصيفط انت من العقل ديالك هو كتسمى التليباتي اللي انا فكره من البعيد كتصيفطها. هذا هو اللي العلماء اللي قالوا ماشي غير العلماء هادو الناس اللي فايتينا حضارات فايتينا وكيشرحوا لنا هاد الامور.
انا قريت كتب كثار في هذه المواضيع، الور اللي جعلني سهل عليا باش ملي قريت هذاك سيليستين بروفيسي اندمجت مع الافكار. لو اوف اتراكشن از انذر برانش اوف ات، هذاك فرع من هذا العلم. لا لو اوف اتراكسيون حتى كاتيري ليك اللي بغيتي، وماشي غير اللي بغيتي، نو اللي فكرتي فيها كتجيك، هذيك كتاطرا فوز اتيري فير فو لينيرجي كو فوز انفوايي فير لونيفيرس، وهذه هي الفيبراسيون، وهي كت انفوايي، لان هو هذيك اللي قلنا ريسيفر اند ترانسميتر، انتم كترانسميتيو كل وقت كله. واش كتعرفوا بان الكلب راه الترمى ديالو دائما كتحل وكتسد النهار كله، علاش؟ النهار كله هو كيصيفط واحد انرجي اللي هو ريحه من ترمتو، خصكم تعرفوا هادي، هذا ميكانيزم ديال لو شيان، وبهذيك الريحه اللي كتخرج من الترمى ديالو الكلاب الاخرين كلهم كيعرفوا شنو واقع. المخ سي لا ميم شوز، النهار كله هو كيصيفط، المخ النهار كله هو كيرسل كي اونفوايي كي ترانسميتي لي ميساج، وانت ما عايقش. هذاك الطوط تكلم لينا وسيع على هذا العلم اللي كيتسمى لي ميستير، اللي كيتسمى هو لي سوكري لونيفيرس، تكلم لينا عليه وشرحهم لينا مزيان، وقال لنا راه الناس اللي ما كيعرفوش يديروا ديسيرنمنت، ديسيرنمنت هو خصك تكون انت مكلف بالوزين، خصك تكون انت مكلف بالعقل ديالك، كتعرف شنو الداخل وشنو الخارج. النهار كتكون مكلف بالمخ ديالك، هذاك النهار كتبلغ كتوصل لواحد الدرجه عاليه، لانه انت وليتي كتكونترولي اش غيوقع واش غادي يجرى، علاش؟ بالمخ ديالك كتكونترولي، وليتي انت السوبرمان اللي بغيتيها كتحققها بالمخ ديالك، بهذيك ترانسميسيون اللي كتصيفط، هذيك الانرجي اللي هي طاقه، اللي هي فكره، اللي هي ويش. او ويش هي شنو هي الويش؟ الويش هي واحد ديزير ولا واحد الشهوه ولا واحد حاجه بغيتيها، امنيه، فوالا ويش هي الويش. هذيك الويش الامنيه، بغيتي بيسيكلات جديده، شحال من واحد وقعت له هذه؟ انا بكل صراحه ما كان نفتخرش عليكم، اللي بغيتها كتحقق، اللي بغيتها اي حاجه درت فيها. علاش كتبغيها؟ اولا حيت الا ظهرت لك في المخ ديالك دونك راه ديالك، هي طاقه بحالك بحالها، سواء بورشا سواء جاكوار سواء اون ميزون سواء اون بيل دام سواء بيزنس، راه هو طاقه بحالك بحال هذيك الطاقه ديال البيزنس ولا ديال الفواتور ولا ديال بيل دام ولا دو سي باك واللي بغيتي اللي القلب ديالك باغ، هي طاقه بحالك بحالها في لينيرجي كوزميك. الور مهما كتضرك في المخ ديالك كتشيها، مهما تشهيتيها وبغيتيها راه ديالك ديجا، خاصك تعرف كيفاش تجيبها لعندك. هنا لو سكري، هنا لو سكري كيخدم، هنا هاد السيونس كيخدم، ملي بغيتيها دونك راه ديالك، وكيفاش غتحققها؟ مزيان هاد الفكره، غادي تحققها تجي تقلب على التصويره ديالها، الا ما عندكش التصويره ديال الفواتير ولا دار ولا فيرما ولا نامبورت اللي بغيتي انت تشهيتي في الخاطر ديالك، ولكن خصك تعرف هاد العلم هذا كيفاش كيخدم، ما تضحكش على كرك، خصك تكون سيريو. الو اش كدير؟ الا ما عندكش الصوره ديالك كتصورها لكرك انت، كتصورها وكتقول هكا بغيت الدار ديالي ولا هكا بغيت مدام ديالي ولا هكا بغيت الجرده ديالي ولا هكا بغيت يكون ولدي ولا بنتي ولا جو سي با كوا، اشنو القلب ديالك باغي. الا ما عندكش الصوره ديالو كتصورها بيديك، ملي صورتيها بيديك او عندك الصوره ديالها كتحطها في البلاصه اللي كتبقى تشوف فيها دائما، كتمشي تغسل في اسنانك كتشوفها، وات ايفر ات از، اي شيء اللي يحب الخاطر ديالك، لانه هذيك طاقه. عرف فاش كتغسل سنانك كتشوفها كتخيل، الا هي دار الا هي دار كتدخل ليها وهي غير في التصويره، وانت كتغسل سنانك وكتدخل فيها وكتقول هنا الكوزينه هنا اليوم خاص تنظف، كدير كتعيش بها هذه، مهما هي انت كتفكر هكا وهي كتحقق في المخ ديالك، كترجع ماغنيتيك. شنو هي ماغنيتيك؟ لان هي طاقه، والالكتريسيتي ديالها كترجع ماغنيت في المخ ديالك، هذيك الماغنيت ديال هذيك الحاجه اللي تكونات ماغنيت هي اللي غتجر دين ما فين ما كانت بالسناس ديالها تردقهم وتجيبها لك، لانه الماغنيت اللي في المخ اللي تكونتيها رجعتيها ماغنيت في المخ ديالك، يجيو يدقوا عليك في الباب يقول لك هذه ديالك راها
مكتوب فيها سميتك ولا شناها وعرفناها هادياك. هذا هو لي ميستير ديال اليونيفيرس. ونزيدكم وكونوا متيقنين من هذا الكلام اللي كنقول لكم كله، هذا ماشي كذوب، ما كنتزايدش عليكم. انا عام هنا كنقسم معاكم، ام شيرين وات اي نو. نزيدكم بكل يقين بان هذا اليونيفيرس باغي يعطيك اكثر من اللي انت تقدر تفكر. باغي شي داكشي كل اللي بغيتي انت، وراه اليونيفيرس باغي يعطيك كثار منه. خاص غير انت تكونيكتي معاه وتاخذو. لكن كاينين قوانين، القوانين هو خاص يكون فيك الحب، خاص تكون الانرجي ديالك، هذو هما القوانين المطلوبين لابد. الانرجي ديالك خاص تكون جميله، خاصك تكون الانسان، خاصك تكون انت انسان كتبغي تساعد الناس، خاصك تكون انسان كتبغي الخير ولا انسانه. هذه هي اللي كتجعل كل شيء يخدم ليك، لانه رجع فيك الحب، والحب هو اعلى فيبراسيون، اعلى طاقه اللي كاينه في الكون هي الحب. شوفوا الاحساس ديال الحب، whoever was in love would know these feelings. اي واحد هنا حب ولا عشق راه كيعرف هاد الفيلينز كي داير، فيلين واعر ديال الحب. بغينا ناقشوا طرق واستراتيجيات ادخال السلاح، هذا شتي هذا اللي بغيتي، راه هي تا هي طاقه. اي حاجه حنا كناقشوها دابا، هاي دابا موضوع عطيتينا، وبالطاقه ديالك يجيك السلاح. لانه الا كتفكروا في السلاح غادي يجيكم السلاح. حيت غادي نزيدك وحده معلومه اخرى اضافيه على هذا الموضوع وكتساعدكم في هذا الموضوع. الا انا كنفكر في شي حاجه نقدر ناثر عليكم كلكم تفكروا في نفس الشوز، انا وحدي ولا انت وحدك تقدر تاثر فيا. الا الفكره ديالك رجعات ماغنيت في المخ ديالك، نقدر نحس بها وانا هنا في لوس انجلوس وانت جو سي با وتكون انت في امستردام، نقدر نحس بالاحساس ديالك من هنا. هذيك انت باغي السلاح، الا بغيتيه فريمون كيرجع قويه هذيك الرغبه ديالك اللي عندك في الويش اللي كتسمى ويش، هي امنيه. هذيك الامنيه كترجع طاقه عاليه وكتقيسني انا وكتقيس العالم بالتليبادي اوسي كو لينيرجي ديالها تقوى. الى كلكم فكرتوا فيها، ملي كتقيسني انا كتقيس واحد اخر، كتقيس واحد اخر، كترجع هاد المعلومه كترجع بحال واحد لينيرجي كيتسمى كونتاجيوز، كلشي كيحس بها. الوغ كيكون الناس كلهم كيكونوا واجدين للثوره، وهذه الثوره كتوقع هكا كتوقع، حتى الثوره راه هكا كتوقع. الثوره احساس، لانه الثوره تغيير، الشعب كله كيبدا يبغي، كيبدا عنده واحد الفكره ديال التغيير على فوا، كلشي باغي يتغير، كلشي ما بقاش يبقى يبغي يزيد لقدام. الحمار عرفتي، الا حمار كسر عليك ما بقاش بغا يهز الثقل، اوكي طيح ما ينوضش. الجمل لا ميم شوز، والله ما تهز عليه قلوه، لانه هو صافي ما بقاش بغا يزيد لقدام. راه ما تضرب صافي، كيجلس دين امه تما كيوقتني دين امه. هذه هي احساس. النهار كلكم توصلوا لواحد الاحساس اللي الاماس، راه هذاك النهار انتوما كتعودوا ان سينك انرجي. هذه السميه ديالها سينك انرجي، وهاد سينك انرجي كتسمى في السيونس ديال السينكرونيزيتي. السينكرونيزيتي هي الكل كيبدا يفيبري بنفس الطاقه، والكل كيبدا يحس بنفس الشيء، والكل كتجيه نفس المعلومات او الاغنيه. شحال من خطره كتكونوا غاديين وكتسمعوا في راسك، كتسمع شي موسيقى في راسك وكتذوب حقا، كتزيد شويه كتسمعها في الراديو، قبل ما تسمعها في الراديو انت راه سمعتيها ديجا. شحال من خطره وقعت لكم، شحال من خطره كتقول تفكروا في شي واحد كيدق عليك في الباب. هذه كتسمى السينكرونيسيتي، هذه السينكرونيسيتي. السينكرونيسيتي هذه، هذا هو العلم الحقيقي، ما فيها لا الله لا الزبي لا محمد لا رمضان لا التقلوى. فيها الحب وفيها الطاقه وفيها الكون وفيها روحك وفيها العلم الحقيقي. هذا هو اللونغاج، هذا هو الفري لونغاج. لونغاج الروح راه هو هذا، لونغاج الروح راه احساس، ماشي تنبح عليا ولا نبح عليك ولا سميتي ولا سميتك. نو no. عندك فيبراسيون، واحد الفيلد ديال الفيبراسيون، انا عندي فيلد ديال الفيبراسيون ديالي. كل واحد فيكم عنده واحد الفيلد ديال الفيبراسيون. راه الا تصوروا واحد الروسي
اخيرا مع تقريبا شي 6 شهور هذه باش قريت عليها، تقريبا شي 6 شهور، وراه حطيتها في الفيسبوك. روسي راه اختار واحد الكاميرا كيصور بها يا اخي هاد الفيلد انرجي في فيبراتوار. اول واحد روسي، وهذاك التكنيك ديالها هو لانز فيه واحد الغاز. الوغ فاش كيصورك تصويره كدوز الفيلد ولا ريسبسيون او لا الصوره كتسجل، دا كتدخل من غاز، واحد الغاز السكري هو الغاز، ما قال لكش من نوع الغاز اللي داير في اللانز ديالو. هذاك هو اللي كيجعلو يصور لكل واحد الطاقه الفيبراتوار الفيلد ديالك اللي داير بك. وكل واحد فينا كيفيبري، وكل واحد فينا عنده واحد الضوء وعنده لون طبقا للاحساس ديالو، طبقا لكل شيء كيتقرا، كتسمى الاورا. والاورا فيها دي كوش، هذوك لي كوش فيها الفعيل ديالو، شكون هو هاد السيد، كله ضوء داير بك، داير بك، قليل اللي كيقدر يشوفو. شي ناس عندنا هنا في الكره الارضيه عندهم المعنويه ديالهم عاليه، روحهم عاليه، كيقدروا يشوفوا هاد الامور. هي هذه ياس ايزوتيريك. دابا السلاح يا يا اخي بغيت تدخلوه غادي تدخلوه. دابا اولا تلفلات ما حنا ما كنعرفوكش اولا، وهذا سوجي فريمون عميق، ولا عندك كنعرف شي حاجه ما غاديش نقولها لك، تقدر تكون انت غير كتجسس علينا. انا ما كنعرفكش امور، راه هذه الطاقه، انا في الطاقه يا اخي، راني في الطاقه، الطاقه راه كلها فيبراتوار وكل كلمه طاقه، وما نعرفش مع من كندوي. نقول لك انا شي امور ونصدقوا، حنا نصدق انا نايك العالم كله ونايك حتى كري، سو ما نقدرش نقول لك شي حاجه. علاش؟ لانه هذا الموضوع ديال السلاح هذه شي حاجه تو دابور ديال كونفيدنشال، يعني سكري كونفيدنشال، يعني كيعرفوها غير شي وحدين اللي خاصهم يتكلموا فيها، ولا يتكلموا فيها ما كيتكلموش فيها اون بوبليك. وحنا تو دابور كنسجلوا وحنا اون بوبليك، ما نقدروش نتكلموا في شي امور بحال هكا، لان هو وليتي كدوي في ترافيك دارم، وليتي كدوي في سلاح، وهذه راه ما اتس نوت حلال بار دوتر اوبينيون، ماشي حلال، كتعطي يو ار ريزين سسبيشنز، كتقول حنا ما بغيناش نعطيو حتى شي زامل اوبورتونيتي. علاش؟ لانه انا كنعتبر راسي طاقه عاليه، باش الطاقه العاليه تنيك هالطاقه الظلمه ولا الطاقه الهابطه اللي ديال المخزن ولا الطاقه ديال الديكتاتوريه، راه ما كايناش. دائما النور كينجح، دائما الحب كيغلب الظلام، دائما، لانه الا عندك الحب اليونيفيرس كله ديالك معاك. الا انت كتسيبورتي الديكتاتوريه والمالك والخيانه، كتبقى غير بوحدك انت وهذوك الشياطين اللي كتسيبورتي، والعالم الطاقه العالميه كلها كتهرب منك، وكتكون دايره بيك في الصوره ديالك، الصوره ديالك كتبان عليك. سو علاش؟ انه هو كل شيء از فايبريت فايبريشنال، الاحساس ديالنا كله كيفيبري، تكون خائن ولا تكون مناضل كتفيبري باينه. راه الناس اللي ما كيعرفوش يقراو، انا كنعرف نقرا الانسان بكل صراحه، الخالق شادي ذا فيرست تايم، اول مره كنشوف بنادم كيبان ليا منه بزاف، وهذيك ذا فيرست امبريشن اللي كتسمى، هذيك الامبريسيون الاولى كنعول عليها، لانه فيها نقاط مهمين، او كنحطها في الدوسي عندي في مخي، وكنقول هذا الكاركتر اللي هذا تلاقيت معاه، ها شفتها شنو، وكنبقى ساقل، انا ما غاديش نسالو الاسئله، ولكن انا عندي دابا عندي واحد الدوسي عليه، وغنخليه هو بالوقت غادي يوضح لي شكون هو هذا خينا هذا، وما غاديش نورك عليه، لانه الا وركت عليه كنصدق انا بحاله، كنوريه بان انا محتاج باش نعرف شي حاجه، ما محتاج نعرف حتى شي حاجه، وما خايف من حتى شي واحد، لانه الخوف حتى هو راه فيبراتوار، اللي هو ورقه. تفضل اخي اسمحوا لي، هذا موضوع مهم مزيان نتكلموا فيه مره اخرى.